مساكم الله بالخير. أنا ابن نجد وأجداد وأجدادي موطن الحجاز، ولدت بالشرقية وتعلمت بالشمال، وهام قلبي في سودة الجنوب. أنا السعودي الذي يحفظ إرثه وإرث الآخرين ويأبى التشويه. عشنا ضجة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين حول الغبانة وما إذا كانت تمثل لباس أهل الحجاز أم لا، واللي أثار اهتمامي بعد ما أثير الموضوع خروج أشخاص عبر بثوث في التيك توك ومساحات في تويتر مرتدين الغبانة ومدافعين عنها. فاخترت أني أخرج لكم بهذا اللباس العربي الأصيل وبهذه الطريقة ما بين الكتفين، على نفس الطريقة التي كانت منذ عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، حتى نستفيد أنا وياكم ونتناقش ونعرف أيضا تاريخ نشأة الغبانة وتاريخ دخولها للحجاز. كلامي هذا ليس من منطق الهوى بل منطق المراجع اللي راح أتركها لكم في نهاية الفيديو. وبحسب موسوعة اسطنبول أن أول من جلب القماش الأغباني هم أمراء الأفلاك والمجر اللي هي صربيا ورومانيا حاليا، وأمراء هؤلاء النواحي يطلقون عليهم العثمانيون بان. فقدم هؤلاء الأمراء هذا القماش الحرير المشجر بلون الزعفران الأصفر كهدايا للسلطان العثماني والصدر الأعظم، ووصل هذا القماش إلى يد النساجين داخل اسطنبول وبدأوا يعملون منه مش عمائم فقط بل أوشحة وستائر ولحف، ومنها بدأ بالانتشار داخل المحافظات التركية، ومنها بدأ يرتدى في حلب وفي مصر وفي مكة وفي المدينة وحتى الهند وصلت إليهم الغبانة. إلا أن هذا القماش لم يجد قبولا عند عرب الحجاز الذين قرروا الاحتفاظ بلباسهم العربي الأصيل، وهو عبارة عن ثوب وكذلك عمامة سواء كانت باللون الأبيض أو باللون الأحمر، واللون الأبيض اللي حنا نقول عنها غترة أو مأخوذة بالقاف القترة و تعني لون البياض الغبار، ومن هنا بدأنا نسمي الناقة البيضاء بمغتر أو المغاتير أو الوضح مثل ما انتم تشوفون. وبعد مرور فترة من الزمن مرت الدولة التركية بحركة تغريبية داخل المجتمع، مما استدعى أن السلطان العثماني يصدر مرسوم باستبدال الغبانة بالطربوش، أو إحنا اللي سميناها الطربوش في لغتنا العربية مشتقة من الكلمة سربوش باللغة الفارسية. بهذا الإيجاز نعرف نشأة الغبانة وكيف دخلت الحجاز في هذاك الوقت. للأسف أنها بقت وكأنها جزء لا يتجزأ من تراث ولباس وثقافة وتاريخ أهل الحجاز. وفي نهاية كلامنا كل منطقة لها أرث وتاريخها وثقافتها، ولكن الغبانة لم تكن يوما جزء من ثقافة الحجاز وأهل الحجاز. هذا فقط من معرفتي المتواضعة ومن حسب المراجع اللي راح أرفقها لكم. في نهاية المطاف شكر وتقدير للهيئة العامة للترفيه بكل أمانة لاهتمامهم في هذه الجوانب لما لها أثر مش فقط على ماضينا لكن لها أثر عميق جدا وأبعاد جدا كبيرة على مستقبلنا. الله يحفظ.